ذلك. معنى الكلام اللي كان يقول فيه سي سمير مقنع. نحن نعتبر أنه هذا من أمن القومي وأعيد وأقولها، وهي مسألة سيادية ولا يجب أن تحسب بزوز فرنك وثلاثة فرنك بصراحة. ثم المسألة أخرى مسألة اجتماعية، هذه مؤسسات تونسية تشغل في تونس، معناها الحسبة ما يلزمش تكون حسبة راهي ضيقة. أنت ماكش شام بريفي، معناها تحب تمشي تشتري حاجة أنت راك دولة. والدولة راك تقرأ حساب مؤسساتك، مؤسساتك تشغل، والتشغيل هذا يلزم يتواصل وتدفع ضرائبها، وربحك ما يجيش يجي من الضرائب ويجي من التشغيل ويجي من يد عامله مؤسساتنا. بربي اذا اليوم الدوله تزيد معناها تزيد تعمل لك في مؤسساتنا ما تعطيهاش حتى دي فافور يا سيدي، حتى معناها بعض الامتيازات على الاجنبي، كيفاش باش تبقى هناك مؤسسات؟ اللي يحب يدافع على نسيجه الصناعي ويدافع على النسيج اللي يشغل، فهمتني، يلزم يخمم بمنطق آخر مش بمنطق نتاع هاي في تركيا أرخص بدينار ولا بزوز ولا. وهل هذا غاب اليوم على مجلس الوزراء؟ وأنا أعتقد أنه سي سمير يلزم يتجهوا كغرفة للسلطة الرقابة على الصفقات العمومية، وهذه أولا. ولما لا إذا فما شبهات أنت تحكي توا حسب كلامك، لما لا حتى النيابة العمومية إذا لازم تتدخل في الموضوع. وهو كذلك اللي نجم نزيده في الكلام هذا كل، اللي احنا العرض متاعنا راهو ديما نعاود اخر كلمه ونقول فيها احنا ارخص من المطبعه التركيه، مع لازم الناس تعرف اللي في تركيا ثم الدامبينج. الدوله التركيه تعاون على الترانسبور برسك بلاش، اللي احنا نجيبوا السلعه ونجيبوا بابيي ونجيبوا حبار نخلصوا معناها، والبورت نتاع تونس من اغلى الابراد خاطر فيه مشاكل، يعني الكادر نخلصوها دي فوا لو بري خاطرنا نعيشوا في تونس. هذه فيما يخص الامبورتاسيون. الحاجه الثانيه ان تركيا تعاون المصدرين نتاعها. تركيا راهو كي انت تبيع مثلا ب 100 دولار يو اس امريكاني ولا 100 اورو، الدوله التركيه تعطيك الكيفالون تاع 100 اورو وتزيدك فوق منها تشجيع. معناتها هو كي يحسب الامبريمور يحسب انه ترانسبور بلاش، يحسب التشجيعات اللي باش تجي، والدوله التركيه تحسب قاش داخلها من مليون دولار. نحن معقول وزير رجل دولة يقول لنا خاطركم غلطتوا في التمشي ولا في المنهجية في الميديتولوجي، معناها كيما واحد بوه تعاركوا بوه قالوا خرج عليا من الدار وبنته خرج عليا مع شاسكم بحذايا، هذا كلام مالا نهجم البلاد ويخليوها له اللي هو والجماعة اللي يحبوا يخدموا في تركيا. واضح. لا وبنته ولا قاصر قاصر هذا تحب حتى كان كبير مثال نجم يطرب قاصر هوني مسكنوا عنده مدام قصر المحامي هوني خرج الكاسكيت نتاع المحامي. هكذا المكي حركة الشعب كانت أصدرت بلاغ نهارت الحد بيان تحدثتوا فيه على أنه مسار 25 جويلية واستمرارية دعم مسار 25 جويلية متواصل، ولكن عندكم شروط أو عندكم خطوط كانكم سطرتوها في البيان، والبيان هذا نعتبره للرأي العام للإعلام أو لرئيس الجمهورية بالأساس؟ هو لهؤلاء جميعا، معناها هو هو مكتب سياسي انعقد، تعرف أن عملنا مؤتمر وبدأت الجلسات الدورية لمكتبنا السياسي، انعقد مكتب سياسي ومعناها تدارس عديد المواضيع المطروحة وأصدر بيانه باش يكون موقف حركة الشعب واضح وبين وجلي وبكامل البساطة. نحن لن نتراجع عن هذه الفرصة، فرصة 25 جويلية. لن نتراجع عن هذا المسار التصحيحي. ونحن في قلب 25 جويلية. ونحن من مساهمين في خلق هذه الفرصة. لسنا وحدا. معنا اتحاد الشغل، معنا عديد المنظمات، معنا من معناها عمدها بالدم لحظة 25 جويلية، معنا جماهير شعبنا اللي واجهت الإخوان واللي ما خلتش مشروعهم يمر. ولكن من حقنا أنه نختلف على تصورنا في إدارة 25 جويلية. شو اللي خليكم اليوم تختلفوا وطالبوا رئيس الجمهورية وتحذروا من تقول الحكومة عاجزة اليوم وتتعاطى سلبيا مع الأسعار الزيادة المحروقات اللي اعتبرتوها غير قانونية؟ نحن نشوف بالنسبة لنا 25 جويلية شنو سقفه اجتماعي 25 جويلية صح. نعم سياسي في كل شيء، فما السياسة حتى في الموضوع اللي كنا ندوله فيه الآن على طباعة الكتاب المدرسي، وهو فيه جانب سياسي نعم. جانب كبير. ولكن بالنسبة لنا الأولويات
أولويات 25 جويلية هي اجتماعية بالأساس. أولويات 25 جويلية هي تطبيق قانون 38 عدد 38 لتشغيل المعطلين، هو تسوية عمال الحظاير اللي الدولة التونسية انتهكت حقوقهم وعملتهم كالعبيد. والله كان جاي بريفي وعمل هكا، والله توا نشوف مبررات، أما الدولة تعامل مواطنيها وتشغلهم في النوار وبعد ما تعطيهمش حقوقهم وبعد تطيشهم، يلزم تسوية وضعياتهم. المعلمين والأساتذة النواب، نعم، المهندسين، كل هذه القطاعات، هذه الجرعة الاجتماعية القوية ل 25 جويلية. 25 جويلية مش جاء باش نعملوا قانون مالية كما اللي جاء قانون مرسوم المالية 22 اللي هو تكرار واجترار لما تم المصادقة عليه من حكومات متعاقبة، حكومات ما قدمت شيء للتونسي وثار عليها التونسي يوم 25 جويلية. هي الزيادة هذه في أسعار المحروقات، هذا الكفر في أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية. المواطن التونسي ما عادش قادر، جاع على المواطن التونسي. 25 جويلية جت من أجل ذلك المواطن، للقليل، للزوالي، للضعيف قبل القوي. هذا كيفاش تؤمن حركة الشعب 25 جويلية؟ لذلك قلنا أنه أولوياتك يا سيد رئيس الجمهورية راهي ماهيش أولوياتنا، ماهيش أولويات الناس اللي جاية معاك، وماهيش أولويات 25 جويلية بالأساس. هذا اللي أولويات 25 جويلية هي في الاجتماعي وفي الاقتصادي، من أجل خلق الثروة، من أجل ضرب إيه منوال الريع، من أجل نحيط الرخص ويعطيه الصحة. هاو بدأ الرئيس ينحي في الرخص مرسوم البارح، مرسوم البارح. هي من أجل الاقتصاد الذكي، من أجل الاقتصاد اللامادي، هي دعم من المبادرة الفردية، هي من أجل ما سميناه نحن في حركة الشعب بدولة الشعب. نرجعوا الدولة متصالحة مع شعبها ولا لا؟ راه مش من أجل البناء القاعدي، ومن أجل مش من أجل الاقتراع على دورتين، نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين، وراه مش من أجل الشركات الأهلية. راهي بسيطة جدا المسألة. الإشكال اللي عندك اليوم، عندك مشروع قانون مالية أو قانون مالية تعدى وأنت أشارت له، فيه إشكال كبير وتحدثنا فيه وكنت تتحدث فيه من شوية. هل التعب أمني باش تجي يزيدك في الليسانس، يزيدك في الضرائب، يزيدك في الضرائب؟ شنو الفرق ما بيننا مالا ما بيننا وما بين جماعة ما قبل 25 جويل؟ شنو الفرق؟ شنو هو الفرق؟ شوف، تعرف 25 جويل أهم فيها شنو بالنسبة لنا في حركة الشعب؟ أن لحظة استثنائية، أن يزينا لحظة استثنائية في تاريخ هذا الشعب وفي تاريخ هذه الدولة. الاستثنائي يتطلب غير تقليدي، هي حركة تصحيحية وهي لحظة استثنائية وفرصة استثنائية. والاستثنائي يلزم يتمثل حلول غير تقليدية. ما عادش نبقى نمشي في التقليدي، زيد ليسونس، زيد لامبو، رفع في التيفيا، اعمل ما عرفش شنو، زيد اخنق العباد بالضرائب، زيد ثقل على كاهل المواطن، زياده في اسعار المحروقات، مش معناه زياده في اسعار كل شيء. هذا كتاب المدرسي هذا اللي يحكي عليه، حتى كي يجي توا يولي اغلى من الواحد، لانه 100 مليون في 2010. انا بنعتبر انه نحن في لحظة استثنائية، يجب أن نقدم كل ما هو استثنائي فينا، نعم، وكل ما هو ذكي فينا وغير تقليدي فينا، وعلينا جميعا أن نتحرر من هذا الاقتصاد الذي يخلق الثروة ونضرب في مقتل الاقتصاد الريع. هاو الثورة الحقيقية والتصحيح الحقيقي ونجي، مش في نظام الاقتراع. كل نظام الاقتراع فيه الباهي وفيه الخير، أنا هو نظام الاقتراع يليق بينا، نعم، من جرمو نجم يكون يناسبنا نظام الاقتراع على أفراد، ولكن هيا نحكو فيه في طاولة تلم الوطنيين الحقيقيين، تلم الناس الصادقين والناس اللي منخرطين في 25 جويلية والناس اللي قطعوا الطريق على رشة غنوشي ودولته أنها تعود. هيا الناس هذوما، اتحاد الشغل، منظمة الأعراف، المنظمات الوطنية، اتحاد المرأة التونسية، المحامين، الأحزاب اللي تعتبر روحها هي في صلب 25 جويلية، الشخصيات الوطنية، من إعلاميين، من أكاديميين، هي كلنا نجلس على الطاولة ونقول ها كيفاش تكون تونس من المستقبل. مش واحد الرئيس يحددها بمقولة هلامية، الشعب يريد، الشعب يريد ماذا يريد؟ تعرف الشعب يريد يحب يعيش بكرامته ويكون آمن. هذا الشعب ماذا يريد؟ هذا الصناعي، هذا القدامنا يحب يخدم على روحه ويحب دولته تحرك إذا لزم جيوشها من أجل أن تفك له مرشي، مش تعطي مرشياته هو الوطنية تعطيها الدول الأخرى. هاو الشعب ماذا يريد؟ من يحب يأكل بدون مشكلة الفلفل بسبع آلاف، يحب هذا الشعب ما يريد. صحيح فما عصابات، صحيح فما مؤامرة، نعم،
تحاك ضد 25 جويلية وضدنا وضد الرئيس قيس سعيد، ولكن هذه ليست كل القصة، لأن هناك غلاء في المواد الاستهلاكية، لأنه فما حرب في أوكرانيا، لأنه منوال الاقتصاد ومنوال التنمية ما يخلقش الثروة، لأنه مسالك التوزيع ما نجموش تحكموا فيها بشعارات وبخطابات، يلزم الرقمنا ويلزم التقفي لا ترسابيليتي في مسالك التوزيع، ويلزم خطة فيها الأمني وفيها الإعلامي وفيها التثقيفي وفيها الوفرة ومجتمع الوفرة اللي يلزم والأزمة الراهنة هذه هكذا ماكي للخروج من تونس من الأزمة الراهنة أو الوضع اللي هي فيه. أحمد نجيب الشابي من مقر حركة النهضة وجه دعوة البارح إلى جبهة للخلاص الوطني. شوف أنا بالنسبة لي الخطوط الحمراء ويني يحب يدعو يحب كذا يعارض كما يحب، أنا من لا أدين أي واحد يعارض، يعارضني أنا ولا يعارض الرئيس ولا هذا مكفول بكل شرائع الدنيا والعالم والقوانين. أنا بالنسبة لي الخط الأحمر هو عدم الاستقواء بالأجنبي من أجل تصفيت خلافات سياسية بيناتنا هنا، هذا هو الخط الأحمر وهذا هو خط الخيانة وخط الوطنية، من يتعداه فهو خائن. أنا ما نمشيش للسفارات، أنا نجم نعارض الرئيس ولكن ما نمشيش للسفارات وما نحرضش عليه الأمريكان وما نحرضش عليه الألمان وما نحرضش عليه الفرنسيس وما نشوهلوش سمعته وهو رمز الدولة البرة. هو الفارق ما بيني وبينهم، أنا اختلف من داخل 25 جويلية، واليوم صوتنا عالي ضد الرئيس في أولوي في الأولويات، صوتنا عالي ضد هذا البناء القاعدي اللي يحبوا يعملوه، ولكن هذا لا يسمح لنا أن نقدم الرئيس على طبق للأجنبي، وهذا لا يسمح لنا أنه نمشوا نستدعوا قوى أخرى أجنبية من أجل حسم خلافاتنا الداخلية، هذا بكل بساطة اسمه خيانة. تعتبر أحمد نجيب الشابي اليوم منخرط في اللي تحكي فيه خيانة لخان أحمد نجيب الشابي؟ أنا بالعكس كل تقدير لأحمد نجيب الشابي، وهذا رجل بتاريخه السياسي كبير، ولكن أنا ومن حقه أن يكون جبهة خلاص ويكون جبهات. كيفاش لقيت تقاربه مع ولكن أنا بالنسبة لي هو حر، أحمد نجيب الشابي حر يتقارب مع من يريد. أنا بالنسبة لي نحكي على حركة الشعب، حركة الشعب بينها وبين حركة النهضة تخوم طوال طوال كلون المحال كما يقول الشاعر، ونعتبر أن معركتنا الحقيقية هي في عدم العودة لدولة راشد الغنوشي، دولة المرشد لا عودة إليها، كل مشاكلنا هذه فيها حل، الحل هو بالحوار، حوار كل الوطنيين على مائدة تجمعهم بقيادة الرئيس قيس سعيد. الحوار دون ذلك سيعطي الرئيس قيس سعيد فرصة لهؤلاء باش يستقوا عليه بالأجنبي وغير الأجنبي. شكرا لك على حضورك معنا هيكل المكي. شكرا سمير قرابة رئيس الغرفة. ونبقى ديما نقول راهي حركة الشعب أولوياتها هم المعطلين، هو قانون 38، هم عمال الحظاير، هم الأساتذة والمعلمين النواب، هم كل من يعاني في البلاد هذه هو الأولوية، مش الأولوية الاقتراع وسحب وكالة وما عارفش شنو وما عارفش شنو. شكرا على حضوركم ومعانا. شكرا. تركيا هي المشكل، تركيا هي المشكل وليست الحل. أجمل تحية زينة زيدي، شيء طيبة في لبنان.